مثل الزهور. شجر البستان يغني الألحان ويسمع صوته بستان الزهور. شجر وعصفور طاحون يدور. إليف إليف، شو اللي صاير أمي؟ أمي إليف، شو اللي صاير؟ نتيجة الامتحان طلعت. يلا ابكي. يا الله. شوي رح اقوم جيب لك اياها. من كتر الفرحه قلبي رح يوقف. بعيد الشر، شو هالحكي هذا؟ ما فيني افتحها. افتحيها وري لي اياها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليف شوفي، انتي نجحتي وجبتي طب. لك نجحتي وجبتي طب. لك نوران، انا رح اصير دكتورة. نوران مبروك يا عمري، مبروك. يا رب لا تضيع على تعب على الفاضي. امي هذا بابا عم يستنى، عم يقول وين الأكل؟ ايه رح جهز له يا عم. لك البنت مخطوبة وخلتيها تقدم امتحان. إذا عرف بابا بالقصة بدي شوف ساعتها شو بدكم تعملوا. هلأ بسمعك. وينكم؟ يلا اغسليهم بسرعة. شو عم تساوي لهلأ؟ هلأ كلياتكم ما عرفتوا تجهزوا لي لقمة أكل؟ استنى شوي وبجيبهم لعندك. لك صار لي ساعتين عم استنى وليه؟ إذا ما بيجي الأكل بسرعة رح أسلخ كف شنيعك. ها خلص ليكني عم جهز. يلا استعجلي. استغفر الله العظيم. أمي أختي إليف ردت، نسيت خاتمها. كل مرة بلاقيه بمكان شكل. معقول يكون هذا فال مو منيح؟ الليلي وينها إليف؟ راحت لعند نورهان. أنا بعدتها تجيب مصاري من عندها. أنا ما نبهتها ما تقيم الخاتم من إصبعها. يمكن وهي عم تجلي وقه. هاد كله من العجلة. الحق علي أنا. ها كل مرة الحق عليكي مو هيك؟ هاتي العصاية من إيدك لشوف. هاتيها. وهي لأنه الحق عليكي. حق عليكي. وإذا بتعيدها رح أقطع لها إصبعتها. أنا ما نبهتك يا أمي. قلت لك رح يطلع خلقه علينا. ما
شو عم تعملي هون؟ ما دخلك. شو يعني ما دخلني؟ ما قلت لك بتاخدي اذني وين ما رحتي وين ما اجيتي؟ هلا انت ليش ما عم تفهم بالحكي؟ انا ما بحبك ابدا. شو يعني ما بتحبيني اليف؟ انت لازم تحبيني مثل ما انا بحبك. بعد العرس رح تكوني حلالي اليف. اوه لا تقرب علي. اعطيني بوسه. ولي بشرت عينك. تعي لهون يا بنت، تعي لهون. اشتاق لهالاراني، وقت بعتوني لهون اتضايقت كثير، بس هلا اتعودت. ونحن رح نشتاق لك سيدي، يا ريتك ما تروح. يا ريت، بس في عندي شغل باسطنبول لازم خلصه. استنى شوي لشوف. على مهلك شوي شبيك. هدي حالك، هدي حالك، وقفي. ايميتك عني. دخيلك يا اخي. شو عم بيصير هون؟ هذا عم بيضايقني، كان عم يلحقني. طيب ماشي، هدي حالك شوي. سيدي كنا عم نتغازل، صرت اركض وراها مشان اخذ بوسه. اذا بتموت ما بخليك تقرب علي يا حقير. طالع بالسياره. يا سيدي انت هيك عم تغلط. أنا بكون ابن عيلة باكرجي، وهي البنت بتكون خطيبتي، وعن قريب رح نتزوج. شايفني أجدب لحتى صدق هالحكي؟ يلا انقلع هلأ أحسن ما بهدلك. حضرة الضابط، سمعت إنه يومين وبتخلص خدمتك، وبما أنك ما رح تقدر تاخد البنت فبرأيي لا تتدخل. هاي البنت خطيبتي ورح تصير مرتي. رح نتحاسب بعدين. شو عاملة بالزلمة لحتى مدمة هيك؟ قليل عليه كمان، كان لازم كسر له راسه لهالحقير. ليش انخطبتي له لكان؟ ما كان بدي، يا بابا غصبني. بدي كمل دراسي وبدي صير دكتورة. شو هالحكي؟ بدك تصيري دكتورة بدون دراسة؟ أنا درست ونجحت كمان. شو هي؟ نتيجة الامتحان. جامعة اسطنبول المركزية قسم الطب البشري؟ والله برافو عليكي. ايه بس بابا ما بيعرف، قدمت بدون ما يعرف. اذا بدك انا بحاكي لك يا لابوكي. لا لا بلاها، لانه رح يعصب مني كتير. ايه وشو رح يساوي؟ ولا شي. خليني انزل هون. الله يسلم ايديك اخي. دكتورة صار عمرك 18 مو هيك؟ صرتي راشدة وما حدا بيقدر يجبرك على شيء.